في الرسالة رقم 20 يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بمتابعة الإجراءات الحكومية لحل قضية الكويتيين بلا رواتب. بالفعل أخ رئيس، معاناة الكويتيين بلا رواتب يجب أن تحل بشكل فوري وعاجل، لأن بسبب تعطل الدوائر الحكومية تعطل كثير مواطنين، مجموعة المواطنين بدون رواتب، وعدة حالات مواطنين لم يستكملوا إجراءات تقاعد، وبالتالي لم يصرف لهم معاش تقاعدي والتوقف مصدر الدخل الخاص بهم. كذلك حالات أيتام المتوفي، حيث تم إيقاف الراتب للمتوفي لحين عمل تسوية بين الأيتام في التأمينات، وبالتالي لا يوجد لأسرتهم مصدر دخل في الوقت الحالي. وأيضا حالات لمواطنين تم وقف صرف رواتبهم من جهة العمل لأسباب إدارية ولم يستطيعوا تقديم المستندات لإعادة صرف رواتبهم. كذلك حالات لمواطنين حديث التعيين في وزارات الدولة ولم يستكملوا إجراءات التعيين ومباشرة العمل. كذلك حالات لمواطنين توظفوا بالقطاع الخاص ولم يستكملوا إجراءات صرف دعم العمالة من القوى العاملة. كذلك حالات لمواطنين تقدموا باستقالاتهم ولم يستكملوا إجراءات صرف دعم البطالة أو إعادة تسجيل في ديوان الخدمة المدنية. كذلك حالات لمواطنين انتهت مدة دعم العمالة 6 أشهر ولم يتمكنوا من استكمال الترشح للعمل في إحدى الوزارات. كذلك حالات لبعض أبنائنا الطلبة لم يتمكنوا من استكمال إجراءات صرف الإعانة أو صرف مكافآت الخريجين. وكذلك ما يخص صرف مساعدات وزارة الشؤون سواء لخواتنا المواطنات المطلقات والأرامل أو الأسر التي تتلقى مساعدات شهرية من وزارة الشؤون، حيث تم إيقاف العديد منها لعدم تمكنهم من تحديث البيانات، وأصبحت تلك الأسر ليس لديها مصدر دخل. أصبح نوعين، في نوع اللي كان بشهر 3 حتى بشهر 2 وشهر 1 كذلك أوقفوا، يجب إحالتها اللجنة الصحية لمتابعتها مع الحكومة.